فاجي المتحدث باسم وزاره الري. صباح الخير يا دكتور. صباح الخير يا فندم، اهلا وسهلا بحضرتك استاذ المستمعين. يا صباح الخير دكتور. يعني هناك تجربه لحنفيات المياه وصناديق المياه المرشده للمياه، واحنا طبعا في امس الحاجه لترشيد المياه. احنا كمان كنا عملنا مع حضرتك مداخله قبل كده عن نفس الموضوع، بدا التطبيق بقى الفعلي. حضرتك تكلمنا اكتر عن الوزارات اللي داخله اللي ملزمه بالتطبيق الفعلي لاستخدام الحنفيات المرشده للمياه. تمام يا فندم، هو موضوع اصلا جيب توجه من الحكومه، كان في احد اجتماعات مجلس الوزراء، كان في وثيقه الترشيد يمكن اقرها مجلس الوزراء في احد الاجتماعات الفتره السابقه، وقال هنبتدي. نعم يا فندم، وقال هنبتدي بمؤسسات الدوله. فوزاره الموارد المائيه والري في مبادره منها بالتنسيق مع وزاره الانتاج الحربي ووزاره الاوقاف، قالوا هنبتدي بالمساجد، وبالفعل تم البدء بعدد ثلاث مساجد. مسجد السيده نفيسه تم تركيب 108 قطعة موفره على النور صناديق المياه في مكان الوضوء وفي المراحيض العامه وفي استخدامات اخرى اللي تبقى داخل المساجد، و67 قطعة تم تركيبها في مسجد يوسف الصحابي، و40 قطعة بمسجد الرحمة. المهم لحضرتك في بالنسبة للوضوء، تم تقييم التجربة على اساس انها بتوفر مياه قد ايه. في اماكن الوضوء طلعت بتوفر اكتر من 70% من الاستهلاك اللي كانت بيتم استخدامه. في الاستخدامات الاخرى طلع بتوفر حوالي 21% في الحدود ديت. فبالتالي احنا بنقول ان هو متوسط الوفر اللي بتوفره القطع ديت من خلال ما تم قياسه بالفعل، في المتوسط حوالي بيصل ل 35%. بمعنى لو انا النهارده في فاتوره ميه بتدفع على استهلاك معين 100 متر وليكن اي رقم كده 100 متر، لا ده اللي هتدفع بعد تركيب القطعه دي هيبقى على 65 متر فقط. الو؟ ايوه فهمت. وبناء عليه هناك وفر في قيمه المياه المستخدمه، ده من القيمه الاقتصاديه العائد على هذا الموضوع. هناك قيمه ثانيه متمثله في توفير المياه في ظل ندره ما هي بتجابيها الدوله المصريه، وده اللي الوزاره شغاله عليه بالتنسيق مع الوزارات الاخرى. ده احد الاتجاهات، وهناك اتجاهات اخرى متمثله في تقنيات حديثه في الزراعه وخلافه. لو جينا اتكلمنا حضرتك الفايدة اللي هتعود على المواطن لو ركب هذه القطعة، سعر القطعة في المتوسط تقريبا 35 جنيه. هذا الكلام لما نقول انه بيوفر 35% هنجد بحسبة بسيطة انه في خلال اقل من شهرين هيوفر ثمن القطعة دي تاني، هيتم استردادها ليه تاني بعد شهرين، ويبقى كده الوفر يتم على طول على 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 مدار بقى الاستخدام بعد الشهرين دول او الشهر ونص. طب قصد حضرتك ان القطع هيردي له تاني في الكميه الاقل من الميه او في والفلوس الاقل اللي هو والقيمه اللي بيدفعها النظير للاستهلاك، بالاضافه لبعد بيئي تاني حضرتك يا فندم. الميه اللي كانت بتخرج ال 35% دول كانوا هيروحوا على الصرف الصحي، كانوا هيكلفوا معالجه، كان هيدفع معالجه. بالظبط. بتهدر على الدوله، او نقول انها بتضع عبء مالي على الدوله انها يتم عمليه معالجه لهذه المياه في وقت احنا محتاجين ان احنا نستخدم المياه بشكل مرشد، وبناء عليه نقدر نتوسع في استخدامات اخرى او نوسع ونلبي طلبات القطاعات المستخدمه للمياه واللي هي بتحتاج للمياه. الدوله عازمه على موضوع الترشيد والتوسع في هذا الامر، وزاره الانتاج الحربي بما لديها من تكنولوجيات، وزاره الاوقاف نقول في هذه البادرة بما لديها من مساجد إن شاء الله سيتم التعميم، وزارة الموارد المائية والري لديها من العقول والخبرات. عايزة حضرتك عليه الدكتور يسري. فضل. يعني الزراعة من الأمور اللي بتستهلك مية كتير جدا، حضرتك قلت المفروض إن إحنا بقى بنتوجه إن إحنا نعمل طرق لترشيد المياه المستخدمة في الزراعة، مشينا خطوات في ده؟ يعني بدأنا فعلا زي ما عملنا الحنفيات المرشدة، عملنا وسائل للري للمزروعات مرشدة أيضا. تمام فندم، هو يمكن حضرتك لو رجعنا كده ورا شويه، من في خلال ايام قليله كان السيد الرئيس بيفتتح مشروع الصوب، واخد بال حضرتك؟ الصوب ديت من الامور ونظام الزراعه داخل الصوب من الامور المؤثره والمرشده للمياه بشكل كبير جدا. لا تتبخر بسرعه.
بالظبط كده، بالاضافه لان نظم الري جوه بتبقى ري بتمقيط مثلا، ري بتمقيط، وده يعني كفاءه الري فيه بتبقى تتعدى 90-95%، وبناء عليه كل نقطه ميه راحه في استخدامها. الحاجه الثانيه موضوع اللي هو تجميع الحيازات الزراعيه في حيازه كبيره، ده الوزاره انتهجته بالتنسيق مع مستخدمي الميه، مع نقول يعني نقول وسائل التمويل من البنوك الوطنيه اللي بتساهم في هذا الكلام لتخفيف العبء عن المواطنين ايضا المزارعين. تجميع الحيازات بيؤدي الى انك تزرع محصول معين بياخد كميه مياه محدده وينتج عائد محدد، عكس ما يبقى حيازات مفتته ايراد ايرادين وهكذا، بيبقى المزارع هذا بيزرع بالضبط كده الهادر اكتر واعلى. موضوع اللاند ليزر ليفلنج، التسويه بالليزر وهكذا. بالضبط كده. دكتور يسري خفاجي المتحدث باسم وزاره الري، شكرا لحضرتك، ودايما دايما في جديد ان شاء الله. ان شاء الله ترشيد المياه. شكرا لحضرتك. ان شاء الله. العفو العفو. مع السلامه.